خلصت شكلي بس On n'expose pas. C'est pas la peine. Oui. Hmm? C'est pas la peine. Responsabilité. Oui, bien sûr. C'est ton café. Qu'est-ce que je fais? Partager, dispatcher au maximum. Hadi tibat hak. Alors merci. Voilà. Okay.
Sur Facebook. Sur YouTube. Une petite rallonge. تجمل كورونا كشفت باش وياه هذه تبع 37 زاد 11 وكاين 3 مور 3 مور زاد واحد غادي اليوم ديسيوا 3 ديسير كاين تيزيو زوار كذا في ارض زازكا كاين في اكسيسون كاين تشد واش اللي طونط ريدت لاشين يتعامل في ايطاليا لاشين خلاص لا نو ايطاليا في لاشين هويا خلاص بريزيدو هانتي هم سوما سكلا ودي هنا بس سجيك بون شامبر ماشي بون شامبر هذا بون ليش يسوي اللي جرب الاول انا بس ما هي شيء بس استنى صح ممكن بلس بس صح صح Travail de qualité, c'est un architecte, il est fait d'un lot à sa charge, à Rabnalo.
انا قلت لك في البيرو لا جوج صباح لك كيف لا كاميرا و حكيم l'enfer en matière au monde. Essayez votre de rester là. السلام عليكم. مرحبا بكم عندنا ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كوم بريفي شاك سامدي انفاونا لي سامدي دو لابما. Donc l'association Algérie Management Projet organise des journées des samedis de l'APMA chaque quinzaine et parfois chaque semaine. Dans cette semaine, on a eu l'honneur d'inviter Sirachid Ben Issa. Et donc je laisse la parole directement à M. Baroudouane pour bien présenter l'événement. A'oudou billahi min shaitan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. نرحب بالأستاذ رشيد بن عيسى الذي يشرفنا اليوم بحضوره لإلقاء محاضرة حول اللسانيات. وكما سبق للأستاذ حكيم أن قال أنني سوف أقدمه، ولكن السيد الأستاذ رشيد بن عيسى غني عن التعريف، وخليني أنا أتكلم وأتركه هو يعني يتكلم. إذن بارك الله فيك بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. بارك الله فيك. يمكن أقوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد على آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان الكتاب الذي إن شاء الله سيصدر في يومين: تجديد النظر في اشتقاق اللغات. العلم الرسمي في اللغات يقول إن اللغات أكثر اللغات من اليوناني واللاتيني. أنا قريت اليوناني، قريت اللاتيني، قريت الإنجليزي، قريت الألماني، قريت العربية، قريت الفارسية، نهضر القبيلية. نبحث كل مرة، نبحث كيف ممكن يكون هذا يوناني، كيف ممكن هذا يكون لاتيني. نلقى بدائل هي أقرب إلى المعقول مما يزعمون. إحنا راجعين الآن من ملتقى كان حول أغريكولتور إيهر، بالقبيلية نقولوا إيهر. قالوا أغار أغار أغرونومي أغار سي دي لاتان دي غريك، بس قبيل ما تعلموش الفينيقيين ثيفينار، اللغة القديمة نتاعنا اسمها ثيفينار مش تمازيغت، ثيفينار بمعنى الفينيقية. إيهر جلد جدة تاعي ما تعلمتش من اليوناني من اللاتيني باش إيهر. والأكار في لبنان، أكار الذي يشتغلوا بالفلاحة، حملني على بحث. نلقى 2000-3000 كلمة يقولون إنها يوناني، ليست بيوناني ولا بلاتيني ولا نجل. العربية هي المتكرر، عربية ترجع ترجع ترجع. فبعد سافرت البلدان، كثير من البلدان دي قاموس هكذا أمهريك for foreign beginners، الأمهرية للأجانب. نفتح في لغة إثيوبية، وعاصمة إثيوبيا اسمها حديث أبيب. الأبيب هو الربيع، تل أبيب، تل أبيب البيت انقلب في تل أبيب، حديث أبيب الربيع الجديد. حديث نفتح كلام بالعربية بالحساب، كل صفحة في 10-12 كلمات عربية. وفيه لقيت في قبيلية محمد ولا بنا، كنت تشربوا القهوة بنا ألو بنا، كينا القهوة محمد ألو إلا محمد، فرنسوية إليا إسكليا محمد. بالفرنسوية ما لازمش تقول إليا، لازم تقول إليي، موجود هنا، ولكن خلو إلا، ما هيش فرنسية إلا، إليا في اللغة لا تصح في الفرنسوية. إلا ألو، وفي كثير 5-6 لغات فيها هذا، وهي من العربية حلا. حلا محمد ولا لم يحلا، موجود ولا مش موجود، المحل حلا ألو بنا ألو. فهيك عينات من الكتب لأشير إلى انتشار العربية في أكثر البلدان، في أكثر اللغات. قبل ذلك عندي مجموعة الكتب التي تمثل الروافد، بين المصادر اللي عاونتني باش نفهم، والاهتمامات
لماذا احرصوا اليوم باش نقول بطلنا بتمازيغت التي ما انزل الله بها من سلطان، ولماذا يجب تعزيز وتقويه العربيه؟ اولا لانها لسان الاسلام، ثانيا لاسباب لغويه بحته ساشرحها من بعد. الان اعطيكم عينات مثلما اجدد النظر ريفيزي. في الفرنسويه ريفيزي كلمه جريمه، في قانون ريفيزيونيزم. اليهود قرروا انه في 6 مليون يهودي قتلوا، علماء قالوا واش الحكايه هذه، ما كاش منها 6 مليون. واحد الراجل كما يقولوا المغاربه الله يرحمه برحمه مصاره فوريسون 72 دخل في جامعه باريس الثانيه، لي شامبر غاز اون تيل اكزيستي، وجدت فعلا غرف الغاز. كنا سبعه، جانا استاذ، هذه غرف الغاز الموجوده في العالم، في امريكا، في وهذه الشروط التي ينبغي ان تستوفيها شروط الغاز، وهذه ما يقال لنا انها شروط الغاز في اوشويتز التي ذهبت وزرتها. يقول لك لا تلبي شرطا من الشروط، ولكن هناك مكتوب في اوشويتز هنا قتل مليون ونصف، نحو مليون ونصف. تنتقل من اوشويتز الى باريس تصبح 6 مليون بالقانون. 71 الوا غايسو عملوا قانون، كل من ينكر 6 مليون جريمه انتسيميت. في 82 تحركت مجموعه من المفكرين الادباء هكذا، قال القانون هذا كيف هكذا. 68 58 لا اذكر كتبوا طالبوا بالغاء القانون، وجا شراك في البرلمان قال il n'appartient pas au parlement de faire décrire l'islam، ليس من مهمه البرلمان ان تكتب التاريخ، دعوا المؤرخين يبحثون بحرية. ولكن بعد شوي تراجع وقف اللوبي، بصح في فرنسا ما تقولش تقول لوبي، لوبي عربية، كلمة عربية، ألب يؤلب الناس حرضهم عليه. كنت في التلفزيون مرة قلت له للوبي، قال لي فوزيت ان انتيسيميت، قلت له ليش؟ قال لي فو بارلي دو لوبي سيونيست، قلت له لا انا حبيت نهضر لوبي دو لا شاس، بصح جبت معايا مجلة إنجليزية، مجلة أمريكية كل يوم تهضر على جويش لوبي، لوبي اليهودي في أمريكا، نيويورك تايمز، واشنطن بوست. في فرنسا ما تقدرش تقول كلمة تاع لوبي. أنا قلت لوبي، قال لك أنت أنتي مضاد للسامية. في أمريكا لوبي اليهودي معروف، جهة معروفة هي صاحبة القرار في أكثر، لا ينتخب أحد من غير تزكية الجويش لوبي، لوبي اليهودي، كلهم لازم يروحوا يبيعوا يروحوا لإسرائيل حتى ينتخبوا. في فرنسا ما تقدرش تستعمل كلمة لوبي. فإذا مرة أخرى إن شاء الله، كان الآن فيه فوريسون مات، حبوا يقتلوه، أولا طردوه من الجامعة، حكموا عليه في ذاك الوقت 300 مليون هكذا، وبعدين قبل 10 سنين جاوا يقتلوه إسرائيليين وخلوه شبه ميت. جا واحد ساعده رفدوا له السبيطار، في المساء علم ان الذي انقذه انه انقذ فوريسون، اعتذر قال جي ميكسكيوز دافوار سوفي لا في ا مسيو فوريسون. البلاد الحضاره والحريه والقانون
فوالا. انا ديتو عملنا في ايران مؤتمر حول الموضوع هذا. ايرانيين اعطونا محلات، قال لا نقول لكم شيئا. جابوا 72 32 مع الاطروحه تاع الجويش تاع الهولوكوست، والاخرون معارضون. قالوا لنا كل واحد عنده ميكرو يشرح وجهة نظره حججه المؤيدة للهولوكوست، والآخر يتكلم. أنا موجود فيه واحد هنا أستاذ، فيه 32 أمريكي يهودي أمريكي هنا، فوريسون موجود هنا، أنا هنا. كتب له بلي سكتو يكري حشاكم سيد لامارد. بعد أعطاه لي فوريسون تكلم، قلت نشكر الإيرانيين أنهم هيئوا لنا جميع الوسائل لنبحث في الموضوع، لم يفرضوا علينا رأيا، وكل واحد زود بمجهر. فلا أفهم أن أحدنا تكلم والآن يشتم فريسون، مع أنه عنده الميكرو يقدر يتكلم في أي وقت إذا عنده ما يقول. فالمهم في الأخير أغلبية المنكرون للوبي هم الذين غلبوا بالحجة مش بالضرب، بالحجة. طبعا ما كاش بلاد آخر، لو كان في بلاد آخر ما كاش بلاد اللي يسمح لك تتكلم، كاش واحد يسمح لك تتكلم. وأذكر روجي غارودي رحمة الله عليه كان كتب لميت فونداتور دي لا بوليتيك إسرائيليان، الأساطير المؤسسة لإسرائيل، السياسة الإسرائيلية. هذا الكتاب أنا دبرت له ناشر مغربي، ومن بعد حكموا عليه، قال لي الله يلعن النهار اللي لقيتك. حكموا عليه 20 مليون تاع قبل، فهمت كذا. روح المحكمة، الكتاب أنا أرسلته صديق فلسطيني في أمريكا، طبع في شهرين، ترجمة وطبعة في شهرين في أمريكا. في فرنسا تروح للقضاء، تروح للمحكمة. غارودي يعرف أنه ماشي للمحكمة، ما فيها مصدر إلا مصادر يهودية، فيقول في المحكمة Monsieur le Président toutes mes sources sont juives. القاضي je ne conteste pas la validité de vos sources. لا أنكر صحة مراجعكم. Mais dans quel esprit vous avez écrit? Dans quelle intention vous voulez nuire aux juifs et cela tombe sous la loi incitation à la haine raciale et religieuse. لكن نيتك أنت تذكر كذا، ولكن نيتك أن تسأله هذا يعاقب بمقتضى القانون. ونحن نتأكل في التريبينال باريس، في وسط باريس، ستة يهود دخلوا ضربوا التلفزيون المصري، التلفزيون الإيراني، كسروا وبدأوا يضربوا في الناس، والبوليس يتفرج. يتفرجوا وخرجوا ولم يؤذهم أحد. هذا القضاء لا جستيس لا ليبر لا جستيس. والموضوع أحد الآن فيه حل إن شاء الله نجيبه. كتب كتاب لا مافيا جويف ان فرانس، واحد في حل. هذا كنت جبته لإيران بس ما كنتش نعرفه، أنا جبته على كتاب تاعو قبل. كان يكتب كتب ما كاش لي يبيعهم في فرنسا، طبعهم في بلجيكا. من بلجيكا كل أربعة تجي سيارة تحمل الكتب 20-30 كتاب لمن يطلبها. في فرنسا ما كاش لي يجرؤ لعنده الشجاعة باش يبيعهم، خاطر لو كان يبيعهم الآخرين ما يعطوك حتى حاجة تبيع. هذه حرية لا ليبرتي. فلما التقينا في المؤتمر هذا تاع الهولوكوست، نسأل الأستاذ نقول له التمرين، قال لي انا متخصص في اليونانيه. قلت والله نحب نتكلم معك لاني انا اعمل قاموس وراجعه اليونانيه
كي جاء هذا قالوا بالله نون كونتون دو دو نوز اسلاميزي ميتون ايل فول ديكوروني لي غريك لا يكفيهم انهم يعني يحبوا يدخلونا في الاسلام وبصح يحبوا كما ينزعوا التاج عن اليونان. بعد قلت له كي قال لي شكون هو قلت له شوف جبت له الجمله تاع قايد احمد الله يرحمه قال دوري نافون اون اد ميتون بلو دامبيسيل دون لو بارتي سي بلان معمر. قلت له شوف احنا ماناش الاسلام احنا ماناش الكنائس نتاعكم مهجوره ما كاش اللي يصلي فيها نصليو في الطريق بس حنحوسوا على رجال كيفك. قلت له راجل كيفك انا نبوس رجليه انت ريشيرش دي زوم انت الا يا سي لون ريستي كان سول جو سوري سيلوي لا انت قال حبسوا الرجال تاع الشجاعه تاع كذا. قلت له هذا اللي ما عندناش اللي يصلي والاخر مليانه. فبقات بيناتنا كتب كتاب ضد فيه يهودي كتب ليستوار دو لونتيسيميتيزم هو رد عليه ليستوار دو لونتيسيميتيزم الاندروا تصحيح كذا. والان الكتاب الاخر لا مافيا جويف ان فريس كاش واحد اللي فهمت نجيبوه ان شاء الله. اذا طول حياتي اراجعوا ريفيزي جو ريفيز اي جو ريفيزي. عندي كتاب هنا اسمه لي زاراب نون جامي انفاي لاسبانيا ماشي عربي اللي يكتب اسباني مؤرخ. عنوان الاصلي للكتاب لا ريفوليسيون اسلاميكا اون اوكسيدانتي الثوره الاسلاميه في الغرب. منع الكتاب منعه فرانكو في ذاك الوقت فانتقم فاصدر هذا الكتاب بالفرنسيه بعنوان مستفز اكثر لا نحن اسلمنا طواعيه مش بالسلاح نحن أسلمنا لأنهم كانوا بربر كانوا بربر وكانت الديانة في كل شمال إفريقيا جاءت بعد الغزو الانفازيون نورديك داشروا المذهب الأريوس أريوس الأريانيزم يسميوه بالأخرين. أريوس كان قسيس مصري. المسيحيون عاشوا 3 قرون لا يدرون ما يعبدون حتى اجتمعوا في 325 في نيس مدينة في مليس نيس كونسيل دو نيسي نيسي في تركيا 325 هنالك صوتوا على المعتقد هل يعبد هل المسيح إله أو المسيح بشر بصوت واحد. في كتاب اسمه ليستوار دي كونسيل هناك يقول بصوت واحد الرأي قال الذي يؤليه المسيح انتصر على الذي يقول بمعنى نصف المسيحيين ظلوا يؤمنون بأن المسيح بشر. فهذا الذي كان يدعو إليه أريوس هذا وظل أريوس منتشر. فلما جاءوا الغزوات من الشمال نشرت هذا في الأندلس وعندنا في المغرب وهذا الذي يسر دخول الإسلام دخول العرب إلينا ثانيا دخولهم إلى الأندلس. سي بروبابلومون واللغة كان إذن العامل الأول العامل الديني. العامل الثاني اللسان. البربرية ما هيش كلمة يونانية كما يقول العلم الرسمي وكما يقول بقروت وخنازير العملاء. هيرودوت رضي الله عنه قال بعد البقري يقول لك رضي الله عنه على واحد يقول ينتصر للحقائق كيف لا يترضى الله عليه يقول يحط من شأن اليونان وهو منا من أهلنا حاردون هيرودوت حاردون حردان رئيس الحزب الشيوعي في المغرب حردان وصدام كان عنده حردان تكريتي
إريتيك. إريتيك كلمة إريتيك جاي من حاريدون. حاريدون يسمى أب التاريخ. The father of history. هو يقول بربر ليست كلمة يونانية. إنها كلمة مصرية. وأضيف عربية. بر بمعنى الابن في العربية القديمة وعند المصريين. بر بر. المصريون يسميوا اللي ماهوش مصري ولد برا. بر بر. ولد برا. أفراني البراني. براني التي أصبحت لبي. في لبي سي اف. فوراني بالانجليزي. براني فوراني. براني. هو يقول ليست مصرية. ما باربار ولا شيء. ولد برا. على قبر امرؤ القيس مكتوب في أنقرة هنا ذا. ذا ماشي هذا. ذا قبر بر ابنه. قيس قيس بر كذا. إذن بربر هذا الاسم القديم. ابن خلدون يخطئ يروي حكاية غير صحيحة. نحن يجب أن نثقف من الأولين. هيرودوت في القرن الثالث. مش ال إذن هنا إرنست رونون مستشرق كبير وما يحبش كثير الإسلام. سي بروبابلمون باسكيل سافي لو بونيك que les berbères ont adopté facilement la langue de l'islam. حب الشواهد الكثيرة التي ماهوش انا اللي نتكلم. واحد الاخرين يقول ماهوش انا اللي نتكلم. عندهم الحق يطالبوا لي بالمصدر. الباقي ناقل الكفر ليس بكافري. هذا إرنست رونون. فوالا. عندما جاءت جاءوا العرب لغة تعنا الفينيقية ثيفينا. ثيفينا فينيقي أصبحت بونيك عند باللاتان. أصبحت بونيك شي لي فرنسي. فوينيكوس إيبون. إيبون بون فرنسويين داروها بون. بون هي فرنسوية تاع إيبون هي اللاتينية. إيبون هي لاتينية تاع الفينيقية فوينيكوس والتي هي عربية وبربرية. هركولة فنقون ثقششتقي تحذق تفنق. كلمتان عربية وبربرية فينيقية. تيفينا هذه 43 سنة بسمع لها التمازيغ ولا الأسبغي قلوا قلوا تيفينا. وهذه اللغات في نفس الصفحة. L'hypothèse la plus vraisemblable est l'origine orientale des différents parlés berbères. À l'origine, sans doute, une langue unique. Voilà. Donc, Faradiya l'aqrab al-saha. مختلف اللغات. لغات ما فيش فرق لغة ولهجة. مختلف اللغات البربرية وأصلها واحد أنهم أوريونتال من المشرق. ولهذا تجد هنا عندي مقال اللغة الأمهرية لغة إسلامية. أمهرية في اليمن في إثيوبيا. مهرية في اليمن. نروح لليمن. اسمها مدينة صنعاء. مدينة أزال. نسألهم شو معنى أزال ما يعرفوش. يجي واحد قبيلي متزاير باش يشرح لهم شو معنى أزال. على بعد 30 كيلومتر شو هالمدينة. ثلا. شو ثلا. ثولا. ثيلا. لا. قلت له نيثولا نيثيلا سالا. ونروح مع مجموعة تاع السواح. قلت لهم أنا وصلت لا بس حتى انتظروني. وصلنا ثم أحبوا يرجعوا بالخف دابزنا. قلت لهم لازم نطلع نشوف سالا
حتى على العين. طلعت شفت سلام بعد رجعت. هاي سلا. الموقع في البحرين موقع الأركيولوجي كان تحت رعاية اليونسكو نفس الشيء سلا اسمه سلا. البحرين كيف تسمى البحرين في القرن الخامس عشر؟ روحوا لجوجل جوجلوه إنجليزي يقولوا فعل جوجل جوجلت على ستجدون العملة بتاع البحرين في القرن الخامس عشر لا إله إلا الله محمد مملكة أوال مملكة أوال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله مملكة شيعية مملكة أوال واش معنى أوال ها الكلمة إفكيس أوال يعطوني لافال لافال غرين لايت لفوفير أوال من القول بتقول إيه اسم قلتي بصح أوال بقت مملكة أوال إذن إحنا وين رانا اللغة هذه نروح نواصل في الإثيوبيا في اليمن أنت قبيلي أو سيد قلت أنت تعرف فرنسوية قال لي لا قلت ليش قلت لي قبيلي ما قلت ليش قبائلي قال لي لا يقال الإثنان واش معنى القبائل انا عندك عند العرب انا قبيلي بصح في القريه نتاعي في دارتي سدرس سدرس الدار والذين تبوأوا الدار والايمان المدينه تسمى الدار الدار او الدارته ستأنيث بالقبيليه سدرس سخام سمطوس تأنيث الدارته سدرس في دارتي انا شريف ما يقولوليش يقولولي سيدي ما يقولوليش قبيلي مانيش قبيلي وهذا اصطلاح قديم اولا راه في اليمن نروح في 68 نروح لاندونيسيا و69 يديني واحد المتحف الصحافه العربيه 1918 وكان الأشراف يرفضون تزويج بناتهم للقبائل نحن في بلاد قبيل الشرفة في كل قرية كان شرفة عائلة شرفة ما يزوجوش القبائل يتزوجون لا يزوجون ونساء تحهم لستنا كأحد من النساء ما يروحوش في الحقول يخدموا في الحقول وما يروحوش يجيبوا الماء كيف يقال يجيبوا الماء؟ القبيلي هو يشرح لكم الكلمة أنتم العرب ما تعرفوهاش وهي كلمة عربية ما تعرفوهاش أدياغم أجمة ما كاش عربي اللي يعرفها سألتوا كل الجنسيات قلت له ما تروحش القاموس قلت له غير قول لي واش هو أجمة عندي في القاموس نتاعي مئات الكلمات العربية موجودة في قواميس العربية يقول النحويون مهملة منسية مهملة وعندنا عند البربر عند القبائل مستعملة وهذا دليل أننا لم نستعيرها لم نتعلمها من العرب ولكنها الإرث المشترك لأن الكلام المستعار اللي يسميه الفرنسويين ليزونترين احنا في 130 سنة تاع فرنسا نقولوا كاين 100 كلمة خذيناها دروك زدتوا لها نتوما ألجي طول حياتنا نقولوا راني ماشي للجزائر دروك نسمع الوي راني ماشي لألجي نجنيت ماشي لألجي راني ماشي لألجي في إيران واحد طالب جزائري تما قلتوا حتى هنا تقول لي ألجي عطيت له صفعه ارحم والديك ماشي لألجي واحد اليوم الصباح سمعت واحد الاجتماع يعني تاع لانديجينا يعني العجب العجاب يعني ما نيش عارف تقول يعني مصيبة مصيبة ما بعدها مصيبة يكتبوا الرئيس الحكومة بالفرنسوية أما واحد يكتب تقرير بالعربية إلى رئيس إلى رئيس الوزير التعليم العالي قالوا لا لازم ترجمها لي ترجمها له بالفرنسوية مخزيين الخزيو
وكل كلمات اللي يستعملوها ثم كلها عربية اللي يجيبها واحد العربية. فانت نعطيكم عينات من الكلمات اللي قالوها. فإذن أيوة ابن عربي في القرن الرابع عشر مشهور ابن عربي وما أدراك. يروح القرطبة ماشي قرطبة قرنطة قرية قرط حدث قرطاج كل ما يسمى بالفرنسوية فيل نوف ترجمة لقرط قرية حديثة قرط قرنطة قرطبة هذه 1000 سنة قبل المسيح ماهيش مدن إسلامية كانوا فينيقيين بربر قرية طيبة قرطبة قرنطة أنا نطيتك الكتاب أنت ما نطيتني شو معنى نطيني الكتاب سوريا والعراق إن في شواذ القراءات تعرفوا القراءات القرآن فيه آيات مختلفة في اسمها القراءات إن أعطيناك فيه قراءة إن أنطيناك أنطيني بمعنى أعطيني أيوة إذن يروح ابن عربي يزور سيدا اسمه والاسم تاعو موجوده في القريه تاعي كذا القبائلي بن 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 مخلوف بن مخلوف القبائلي قال كذا قبل ان تدخل بيته يصيبك حال كان رجل صوفي بن مخلوف القبائلي كلمة قبائلي ماشي جديدة طلع لي واحد من يقول لي سي دي كابيل سي لو فرونسي كي كابيل سا فيان دا قبيلة سا فيان دا فوالا القرن الرابع عشر بن خلدون بن عربي سيدي مخلوف القبائلي فوالا إذا اصطلاح قديم أرجع الآن إلى هذه اللغة التي أيوة قلت لكم أعطيت لكم مثال هذا اللي جمع كيف يقول له يغسل تروح يغسل يراد يراد ورد ولما ورد ماء مدينة بئس الورد المورود ورد بمعنى روح راح للماء ورد هلا رحت نقرا في 26 16 نوفمبر 62 ربع شهور بعد الاستقلال رحت نقرا العربية في سوريا كنت المنح من كل بلدان تاع العالم خويا راح الامريكان ولد عمي راح الامريكان انا رحت لسوريا خطر كنت الحب عبد الناصر وفي ذاك الوقت كان فيه الوحدة بين سوريا غير كيكسروها الخوانة فاحنا عبد الناصر صوت العرب من القاهرة في 62 في استقبال استقلال حشمنا نطلب للناس في المطار نطلب لهم الباسبور ولا لا عيب راك جاي بلادك انت عاود كل من باتوش بلا ما نسمعوا صوت العرب من القاهرة طلبناش الجواز انا 10 سنين بعد رحت لموريتانيا ما نقدرش نثبت باللي انا رحت عشت في موريتانيا ما عنديش الخاتم تاع موريتانيا عيب جاي بلادك عند اهلك رحت لسوريا دابست معهم في الليلة الاولى في الفندق لقيت إذاعة سوريا تسب في عبد الناصر وأنا في ذكره باش نقول جملة بالعربية الفصحى قراءة فرنسوية هل هذه إذاعة إسرائيل
يقول لي شام 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 وانا ما نعرفو الشام انا شام شام شام. كان واحد سعودي عرض علي اول جزائري في حياته يشوفوه عطالي الغرفه تاعو بدا شفت بلي عبد الناصر خرجت قلت له لا انا بيت واحد الخمسه تاع الصباح خرجت من الفندق ما بقاش عند 10 ايام بعد رانا في الجامعه جامعه دمشق وما ادراك اليوم واحد البقري جانا باللي لازم الدارجه كما البقريه هذيك تاع وزاره التعليم ماشي التعليم وزاره التخريب قلت لنا نقريو الدارجه العبريه هذيك فهمت بالعبريت قريت الدارجه قريت الدارجه تاع تلمساني واخا واش قلت سياس قلت يا خاي واش تحب واش نقول لك واش راه يقول واش ولا الدارجه شو بدك خيو شو عاوز ايه بتقول ايه الدارجه وتنحينا بسم الله الرحمن الرحيم لازم تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وزيره التربيه دروك راهم على كل حال عاونوها التلافيه خاطر ما عادش بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه راكم تصليوا ما كانش بسم الله الرحمن الرحيم ما فهمناش خاطر القران يبدا بسم الله الرحمن الرحيم في كل سوره لا ما عادش الله اكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم 72 رحت اول زياره لامريكا نشرح لي استاذ قلت له القران قال لي هو زي اوثر من هو المؤلف خاطر هما نصارى في الاناجيل سان لوك سان جون سان كذا في رواه الانجيل فهو قلت له ما فيش اوثر اوثر كلمه عربيه الآثر الذي يترك اثرا على آثر أوثر أوتر أوتر بالفرنسوية بالصح أوثر بالإنجليزي في تي أش أوثر فوالا دونك قلت له ما فيش ولكن القرآن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم This is the author بسم الله من المتكلم بسم الله الرحمن الرحيم أو الأوثر صاحب الكلام ممضى إمضى دروكي تروح نصلي في كندا عند هذو التلفية هذو قرينا العيد كاملة ما كش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن يقولنا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ما سمعناش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الأول كل ما يتقل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد جبنا القرآن جب لا ما كاش وما كاش الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما كاش بسم الله الرحمن الرحيم كيفاش نعرف رحت ليه قلت له من المتكلم قال لي أنا قلت له الكلام قال لي أخي القرآن قلت له إحنا القرآن اللي نعرفه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أنت ما قلت لناش بسم الله الرحمن الرحيم كيف أميز كلامك من كلام الله هذوك ولا 14 قال إحنا نصلي هكذا هذوك كتفونا ها الوهابية 14 قال يقول لنا إحنا مالكية والمالكية إحنا نصلي وهكذا لا هذوك الوهابية كتفونا هذوك قبل كنا نصلي وبلا ما يعفسك واحد دروك يجي يعفس لك باش الشيطان ما يفوتش بيناتكم هو يفتح رجليه هكذا عنده جيش من الشياطين يفوتوا برجليه يدفع ليه هكذا قلت له خلي واحد شيطان يفوت بينات الزوج بصح انا ندوخو دروك والبز واحد هكذا كيجي يقول لك علاش انت راك طلقت يديك قلت له باباك في المغرب قلت له باباك قال لي قلت له انا كي باباك فوالا رانا دايخين اذا هذه هذه اللغات لا في فينا فيه لغات يقولوا 6000 لغه بربريه فهمت تمازيغ هذه وحدة في المغرب وحدة كما قلوا لهجة احنا عندنا الشاوية عندنا المزابية عندنا لهجات في 6000 هكذا العام اللي فات كنت في المغرب درست في جامعة انجليزية انجليزية اللغة
واحد صاحبي من زمان سمع لي في لندن في محاضرة حوس عليا قال لي أنت تحب الإنجليزية بمعنى أنا أدعو إلى الخروج من السيرفيتود. لا سير فرانسيتود. فرانسيتود هي السيرفيتود، مدعاة مذلة. ما بقينا غير البقري هذا المغربي اسمه العربي اللي هو فرنساوي، غير احنا اللي بقينا. ما كاش بلاد أوروبي يعلم الفرنسية اليوم. كنت في النمسا 10 سنوات أستاذة تاع الفرنسوية، قلت لي قبل 10 سنين كنت أرفض طلبة اللي يقرأوا فرنسوية، قلت العام هذا ما عندي حتى واحد. ألمانيا، وما أدراك ما ألمانيا، لأن كل مفكرين هيجل فيخت نيتشه ماركس كلهم باللغة الألمانية. أبيان هذه 20-25 سنة فرضوا الإنجليزية، 9-10 ألماني، 10-11 إنجليزي، لا يوجد أستاذ أو طالب ألماني أو نمساوي، شكرا، لا يوجد أستاذ ألماني أو فرنسي لا يتقن الإنجليزية. وكل هولندا الدنمارك كلهم الإنجليزية، ما بقوا غير بقروت نتاعنا، بقروت الجزائر والمغرب والمغرب كل وين ما تروح تلقى مدرسة خصوصية فرنسية. ألوك كي تحب تصيد تروح للبحر ولا تروح الأسيف؟ مش نسقسي العرب هذا وش معنى أسيف؟ لا لا تعلمتها أنت تتريش كاش عربية أنا سألته في الشرق هكذا، مش معناه كي تقول العربي السيف يخرج لك السيف. لا لا سيدي، ماشي هذاك، ماشي السيف هذاك، السيف هو أسيف النهر. إذا تحب تصيد تروح للبحر صيد الحوت، تروح للبحر. إذا تحب تجيب، أنا عمري ما صيدت الحوت بصح كنت في موريتانيا، رحت في 20 دقيقة جبت معي 8، هو اللي صيدني ماشي أنا اللي صيدت، أنا رميت جو الحوت هذاك وخط البحر. بس حين نروح الأسيف، أسيف هو الفرنساوية، روحوا تصيدوا في الأسيف في النهر الصغير، روحوا تصيدوا. مراجع الكتب كلها إنجليزية، 85% من العلم إنجليزي، لا لتفوق في اللغة الإنجليزية، ولكن لأن أمريكا هي العليا كان لك العلم انتشر فالأخرين تبنوا. إذا تنشر ما قال بالفرنساوي يقرأوك، عندما من يقرأوك ومن يرد عليك ليصححك أو يخطئك، ما فيش. لهذا اليوم 85 بيبليو يعني المرجع، مراجع الكتب ما عادش فيه، ما عادش بالفرنساوي، لأن العالم الألماني الإنجليزي الجابوني الشينوا كلهم يكتبوا بالإنجليزية رجاء تحسيني كل ما قال طرح يصحح أو يخطأ. عندما تكتب الآخر تنتظر من أهل الفن هذا كذا في الفيزياء في الكيمياء كذا أن يصححوك وينقحوك إلى آخره، ما كاش بالفن. فإذا لا الهيمنة فرنسية. ايه الهيمنة، لا لا ولكن ماشي. بلي ذكرني وين كنت؟ في المغرب. راحت في المغرب. علاش زيد المغرب فاني انت المغرب؟ المغرب مش المغرب. لا كاين المغرب في اخبار المغرب. نحن لسنا أقل استغرابا. أنت إيه لا نعم أيوة تمام تمام صحيح. إذن كنت في الجامعة هذه، كان لي شارب ما نأخذش الراتب، عزيز مكرم مدير طبيب الجامعة يهودي جاء في المطعم ما شو استقلنا جروفيان دي إسرائيل، قلت له إسرائيل ولا دو باليستين؟ قال لي إسرائيل. قلت أنت يهودي مغربي ولا يهودي إسرائيلي؟ الأخرين مساكين فرحة ما يقدروش يهدروا فهمهم
فهمت فرحوه بصح ظل بعد شوي راح. رحت معرض الكتاب في الدار البيضاء، جيت معايا ربع طلبه هذو في مازيغان بربر وقيد اش ريفي ذا سوسي ذا شلحيث ديتهم. رحنا الموقع هذا تاع يتكلم واحد من هذو باش قش نذكر اسمه. صرنا 20 دقيقه هكذا ناديت قلت له فين، قال لي كي يتكلم تمازيغ. قلت له انت شحال فهمت هذا ريفي من ريف ريف كثر يعني في الشمال. قلت له شحال فهمت، قال لي كلمه. انت شحال فهمت، زوج كلمات. انت ثلاثه اربعه. قلت الاخر قلت له عندك ربع مازيغ تاعكم فهموا ربع كلمات، انا الخامس من الجزائر راني فهمت خمسه. مع ما كي يتكلم هذا سيت ديال كلم هذا الكذابين الخداعين الخونه ما كاش فيه لهجه تمازيغ بصح ما يتكلموش بهذيك. اولا حتى بهذيك علاش انا ندي تمازيغ في لهجه تاع المغرب ونبطل من القبيليه منذ 2000 سنه اتكلمها، وعلاش نبطل من الشاويه نتكلمها منذ 2000 سنه؟ ما عندي لا نتعلم لا كتابه لا نسمع ما بابا ويما ونا. قبل ما نروح للمدرسه راني تعلمت الشاويه، راني تعلمت القبيليه، كبرنا في وسط العرب في زموره نهضروا القبيليه في الدار، تعلمنا العربيه في الطريق، ومن بعد رحنا ليكول تاع فرنسا. اذا ما يسمى ماهوش اللهجه التمازيغ في المغرب، لسان لغه جديده ما انزل الله بها من سلطان. ينتجون كلمات هكذا ما فيش، انا كتبت لقيت كلمات هنا مكتوبه في ترجمه بالعربيه، ارسلت احبابي في الاخر ولا واحد لا ريفي ولا واحد اللي فهمها. هذا في ستة قلت لكم تمازيغ اخذوا الاسم ولم ياخذوا اللهجات تمازيغ في المغرب التي يفهمها اهل المنطقه. ولكن باي حق انا تقول لي انسى قبيليه وتعلم تمازيغ حتى تاع المغرب، وهذا لسان لا يوجد في اي مكان. واول اعتداء منهم نقول السلام عليكم الزلف اللون العبري راس. سيدنا عيسى قال سلام، سيدنا موسى قال سلام، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا السلام عليكم. واش تحب واش عجبك واش قلقك؟ السلام افشوا السلام تحيتهم فيها سلام. واش بغيت واش ماذا فهمت في زمان شيوعي؟ ديت معايا البخاري اول ترجمه تركيه بالبخاري، بخاري العربيه والتركيه، ديتها الروسيه الشيوعيه في موسكو، شافوا بالعربيه شافوا كذا. من بعد انا كنت نعرف شويه روسيه في ذاك الوقت، كانوا يقولوا لنا روسيه ستكون ثاني لغه بعد 30 سنه. الليتيراتور مايا هذه ادبيات ادب كذا. شافوا الاخر جاي من فرنسا ماشي جاي من الجزائر، دخلته كان مفتي بابا خانوف رحمه الله عليه، جمع لي كل الاخرين يسلموا عليا، هما ما يقدروش. مفتي الديار مفتي مسلمي اسيا وقزاقستان كان العنوان تاعو، ما يقدرش يدخل بخاري بالتركي. بخارى عندهم، بخارى مدينه في اوزبكستان. ها قال ان تركي شيرازي بدستارات داليمارا بخالي هند بخاني هندويه هندويش باخشم سمرقند وبخارارا. قال لو ابنه هذا التركي الحاكم التركي ام تركي في شيراز لو اعطاني قلبه لا اعطيته سمرقند وبخارا واحده تعشقه. فهمت انت في هذا ديت لهم البخاري بالعربيه، أربعة نسخ ديت معايا من تركيا. بعد سيدنا رمضان جاء 9 تاع النهار متنا مسخانة، وإحنا ما صمتش. نمشي نشوف واحد الشيخ نقول له السلام عليكم. عليكم السلام. بعد راه يشوفني ناكل.
قلت له رمضان ما قال لي كلمة أعطي لي الكلمة الكود أعطي لي الكود كلمة لا إله إلا الله هاي الكلمة أعطيت له الكلمة ما سلم عليا رحت إثيوبيا رسميا إثيوبيا مسيحية قيل لي 80% مسيحية نمشي شف فندق قلت السلام عليكم عليكم السلام ها قلت يبقى لكين مسلمين كيفاش من بعد ندير نمشي وين ما ندخل نقول السلام عليكم إما يجاوبوا ولا ما يجاوبوش ومن بعد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام بعد اكتشفت باللي فهمت جرحت الجامع جاء واحد يطلب من الإمام قال له دعينا دعينا لأنه المرأة مريضة كذا دعونا كان طبيب مسلم واحد يستقبل الناس ما يرسلوش نساء تاعهم هو واحد وما عندوش خدامة معاه قلت له بتسقسيوش الآخر يقولك ادعوا لكم رحت ليه قلت له خذ خادمة تخدم معك مساعدة كتستقبل نساء ماشي هي مريضة لا قد جي تقول لي تعمل لها دعاء نعمل نلقى طابور 165 هكذا الشيفر الرقم تاعهم 165 راهي الستة الآخر غدوة يرجعوا ماشي يعطوهم غدوة 65 يكملوا لا يعودوا يجي بكري وتلقى واحد معقول هذا تروح درت لهم قلت لهم كيف هذا صحيح واليوم تعرفوا شحال في النهار تستقبلوا تقريبا علاش تعطيو 165 وانتم ما تعرفوا بلوتوش كذا بعد شوية فعلوا ما قلتوا وعاد انتهى ذاك الناس اللي يستناو مساكن كذا القرية تاعي هذيك بعد 600 كيلومتر او اسمها عربي انا مشيت مدينة اخرى طريقتي السلام عليكم السلام عليكم إما يجاوب ولا ما يجاوبش ولكن أكثر من يجاوبون السلام عليكم ما قراهم من قال أن المسلمين أقلية في هذا البلاد الأكثرية أكثر كل ما لقيت في الليل في الأخير لازم تلقى الواحد اللي ما هوش مسلم مفتاح بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم السلام عليكم ابن بطوطة ابن كل في ذاك الوقت ما فيش حدود كانوا يقولوا من غانا إلى فرغانا فرغانا راهي تما راهي حدا أوزبكستان كيف يتكلموا ابن بطوطة ابن جبير يقول لك السلام عليكم يقول السلام عليكم هكذا يعرفون يتعارفون أنت لقيت لي غير هذه تبدأ لي بها تمازيغت تمازيغت تنحي لي السلام عليكم دونك يعني الغرض القصد واضح ما راكش تكل بحث على اللغة أنا يما الله يرحمها شافت برنامج هذا التمازيغ هذا قلت لي نخزو ربي سي زيكيا كون هضر نتسمس فهم فورا نفهم الشما الله يخزيهم طول حياتنا كنا نتكلموا القبيلية نفهموا الآن ما نفهموا والو وش راك جايب لي أنت تمازيغ هذه تهلك الآخر ندابزو لقيت ثلاثة عرب متزوجين قبيليات قال لي راه عندنا مشاكل في العائلة مصيبة وهذه اللغة البربرية الفينيقية براسكم كما إلا تمازيغ مكاش المزيغ ولا ماشي مزيغ سيدنا نوح عليه السلام عنده ثلاث أولاد حام سام يافث حام جا عنده ولده اسمه كنعان كنعان عنده كنعان عنده ابن مزير مزير فمزير ترى الرجل الضعيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير رجل صحيح قوي كذا إذن سام جد العرب يافث هذو تعلموا لغة واحدة من سيدنا نوح
تعلموا لغة واحدة، ذرية نوح ما بقي بعد الطوفان، ذريته يقول القرآن، تعلموا لغة واحدة. احنا ثلاثة خواء، ولادك ولادنا تعلموا لغة واحدة. هذا الذي يفسر اشتراك هذه اللغات في 85% من الكلمات. هذا الذي ما قال هنا لكل مكش واحد مسلم من الباحثين كلهم يقول لك لغة كذا لغة إسلامية. إذن نيكولسون هذا من أكابر المتخصصين، Arabic, the youngest of the Semitic languages, is near إن اللغة العربية أحد اللغة الأحدث من اللغات السامية. أيوة، تسمى هذه اللغات حامية سامية من قرن ونصف، قرنين. إحصائي اللغات يسمونهم لغات كاميتو سيميتيك، حامية سامية. عندنا واحد يقول له شاكر يدعي أنه أستاذ متخصص في اللغة البربرية، في 64 عامين بعد الاستقلال خذ ولده، يقول هو يكتب في مقدمة كتاب قاموس فرنسي بربر، يقول j'ai pris mon frère de 12 ans خذ أخاه عمره 12 سنة chez le père، جاب القسيس هذاك باش يقريه القبيلية عامين بعد الاستقلال، مازال المجاهدين ما نشفوش. النتيجة بعد 20 سنة عين رئيس القسم الدراسات البربرية في باريس الخنزيرية. هلا هكذا المؤلفة جيوبهم ماشي قلوبهم. هذا القسيس عندما تعلم القبيلية تعلمها في الدرس في القرية تجمعيث، جمعية يروح يجلس مع القبائل. جاء واحد قسيس نسيت اسمه، جاء باش يتكلم في قرية ما محبوش اسمه، بعد واحد منهم قال القبائل صليت في هاي القبائل يهضر وقال صلوا على النبي باش يتكلم القسيس هذا. هو يقول je n'ai jamais pensé que j'aurais besoin d'une prière sur le prophète pour me faire entendre. ما كنت أظن أني أحتاج إلى صلاة محمد ليستمع إلي الناس. هذا في الأول يقول البربرية نشأت من بعد قلك il faut convenir que le berbère appartient à l'Allah، لأنه في الجامعة ما تقدرش تكتب الكلام هذا. قال هو قرن ونصف أمر مقرر مثبت، الآن اللي بدأ هو الآن صح معليش الآن فهم هو لازم نستظر بلي شاكر ولا كافر يقبل باش هذه اللغات. اسموها الألمان، الألمان وما أدراك ما الألمان، لهم أقرب إلى الإسلام في كل شيء. أنت على نجيب لكم بعض الجمل من نيتشه من لقماقة من الإسلام دوار رينيه سور سكيني با الألماني، الألماني دوار رينيه سور سكيني با الإسلام. أنت كقد إحنا والمسلمين يحكم حيث لا لسنا ونحكم حيث ليسوا. أما نيتشه يقول اسمه فريدم ديرت رايت فريدريك ثاني Ich begreife nicht, wie ein Deutscher kann christlich empfinden konnte. أنا لا أتصور كيف يمكن للألماني أن يكون مسيحيا. يقول لك يقال لنا كيف نختار عندما يقال لنا اختار بين المسيح والمسيحية والإسلام، كما يقال لنا نختار بين اليهودي والعربي، معلوم نختار العربي. نيتشي تلقوهاش بالفرنساوي على إلى آخره، كلام فير دوتشن فيرختن غوت
نحن الألمان نخاف الله. نيتشه يقول معلوم الناس لا يعرفون الحق والباطل ولهذا يحتاجون إلى الله ليعرفوا الصواب من الخطأ. كلام هذا لايبنيتس. واش يقول لايبنيتس؟ بروبوز دو دوني او لونغ حميتو سيميتيك لو نون دارابيك. يقول لك هذه اللغات الأكادية السريانية الآرامية العبرية العربية هذه لغات عربية. لماذا؟ لأن العربية هي أقرب هذه اللغات إلى الأصل بروتو. فلا إزنيرر هي العربية هي أقرب كل هذه اللغات إلى الأصل أوريجينال أركيتايب أور سيميتيش بالألماني بروتو سيميتيك from which all are derived التي اشتقت كلها منها. هذا غير لايبنيتس. هذه نيكولسون يصحح ويبرئ ويؤكد مقالة الآخر. واحد آخر لاراب رياليز بار سا فليكسيبيليتي سا ريشيس فيربال لتونونت فيكسيتي كيل دوا او كاركتير ساكري دو كوران le type le plus parfait des langues sémitiques. L'arabe, le muslim, akhisai lughat. Les baqarout, les amazigh gréco-latin. Hadou li baghi fhmt. Fa idhan ba'da an شريفت سايكن وند ألفابيتي. مصادر نتاعي كلها ما كاش مصدر عربي. جميع اللغات في جميع ألر سايتن وند فولكر في جميع الأزمنة وجميع الشعوب. كل اللغات القديمة ما هي أبجديتها؟ إيش معنى ألفابي؟ اليونان سموا هذه ما كانوا يكتبون عندما كتبوا الفينيقية. وش هي أبجد؟ ترتيب العربي ما وش ألف باتاسا، هذا ترتيب تعليمي جمعوا الحروف المتشابهة باتاسا. أما ترتيب الأبجدي ألف عند اليونان الفينيقيين ألف زادوها أ ألفا ب بيتا جيم أبجد جاما دل دلتا كف كابا لم لمدا كايلم كو كو ار اس تي قرشتا كف لم كايلم أبجد هوز حطي كلامون صعفص العربية زادتها قرشت ضضغا. هذا يقول جميع الأبجديات هي أبجد، هي أبجد كلها. فوالا القديمه كنعانيه فوالا هاهي لا انت الاراميش الاراميه جمله واحده من الاراميه في الانجيل وهي جمله عربيه. الوهيم الوهيم لما سبقتني يحرفون ترجمتها يقول لك هيم الانجليزي عبريه جمع عبري. التوراة تقول شما إسرائيل اسمع يا إسرائيل شما إسرائيل إنو أحد اسمع يا إسرائيل إلهنا أحد. كيفاش هنا يكون الجمع؟ كيف يكون الجمع؟ اللهم اللهم لما سبقتني. هاي الجملة الأخيرة الوحيدة الآرامية في الإنجيل هي عربية. اللهم تشي بتشي اللهم جمع اللهم لبيك اللهم لبيك. والعبرية كلمة عبري موجودة في التوراة. كيف تسمى؟ شفة كنعان. ماشي اللسان بالقبيل يقولوا إيلس إيلس لسان لشان بالعبري بالآرامي بكل هذه اللغات نفس الشيء. شفة كنعان يعني سود ديالكت بربر. عندنا في التوراة
نقرا العبريه التوراتيه مع احد اللغات الشرقيه. والاستاذ تاعنا هو الربي صراط 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 المستقيم. اول ايه في التوراه، ثاني Dieu ترجمه الفرنسيه Dieu dit à la lumière soit et la lumière fut. ويمر يمر العبري بمعنى يتكلم، وجد ايضا بالعربيه القوم ياتمرون بك، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر ويمر الوهم ماشي الوهم ويمر الله ايه ايه اور الف واو راء، هما يقراوها اور او انتم العرب كيفاش تقراوها؟ الف واو راء وين أور؟ واش معناه؟ قراها لي بالعربية، نكتب الواحدة ألف بالهمزة الواو والراء. ها؟ واش معناه؟ لا جيب لي كلمة اللي ذات معنى. أوا. ها؟ أوا. أوا. لا أوا. سوثيمس أوري. ويؤمر الله إيه هكذا بالتوراة مكتوب إيه أوري أرأيتم النار التي تورون السوثمس ثوثمس Dieu dit à la lumière allume أوري إيه أوريا. قلت له مسيو حصلوا في إيه واش هذه ايه هذه حصلوا فيها بقى. قلت له سي ما تعرفش القبيليه ولا لي بالي هبا سلم على راسي. ومن بعد راح دار في محاضره في معهد العالم العربي مسيو بنيسا 800 شخص، واحد الطلبه تاعي يسمعوا جا خارج كلمني قال لي واش درت الربان صراط راه يدير لك دعايه. لا مسيو بنيسا ما كونفيكي كو دو ابرون العربي البربر بور ميو لير لا بيبل. ما تقدرش تقرا التوراه بلا العربية ولا القبيلية. وكثير من الآيات الأخرى هكذاك يحصلوا. وأنا في الأول ما كنتش نقول لهم قريت العربية، كنت نقول لهم قريت الآرامية باش هكذا ما وزيد بدلت اسمي في الأول، ما نقولش بن عيسى نقول بن موسى من المغرب يشكوا بلي أنا فهمت منهم فهمت. ألا إذا كل الأبجديات أبجد أبجد هو وجه الطي بس حل معنى هذي اللي يسميوهما فيفينا هما يسميوه فوينيكوس. الأبجد اللي يسميوه هما يسميوه هكذا الفينيقية. وهذا الذي حاول السادات اللغة التي الأبجد في القرن السادس قبل المسيح كيف تسمى؟ عتيق اللغة العتيقة واشتقت منها الفرنسوية أنتيك. هاي الأبجدية مصدر من أصدر خليل ولا رماك دير أ ألفا ب بيتا ج جاما دل دلتا أ إبسيلون زد هوز يوتا كابا لامدا مو نو فوالا اوميكرون فوالا او بي كيو فوالا ار اس تي. القرن السادس قبل المسيح العتيقه ذهبت الى اليونان فوجدت العتيقه الاتيك. وهذا اللسان شهد بذلك هيرودوتوس رضي الله عنه قال كان لغة أفلاطون وأرسطو كانت تكتب من اليمين إلى اليسار وفيها المثنى وفيها المثنى. غير اللغة هذه اللي فيها عيناني شفتاني يداني كش اللغات الأخرى غير اللغات هذه اللي فيها المثنى. هذه اللغة شحال كاين؟ كنت في اليابان قلت له أستاذ ثم قريك الأبجدية العربية في دقيقتين.
عملت الاليف بعد با خمس مرات بلا نقاط، بعد درت نقطه هذه با، نقطتين يا، نقطه نون، تاسع، قلت تعرف السنكل الالفابي عرب. من بعد زدت له جيم حاقه بلا نقطه نقطه، قلت تعرف له كارد الالفابي عرب. بعد دال ذال راس زي كذا حرف واحد هكذا 15 حرف. قلت له تعلمت الابجد العربيه ها غير في الكتابه، وكي يختلف الياء عن الياء هذاك احنا نعرفوه يا لانه عنده نقطتين، نقدروا نقراوه لانه عنده نقطتين، ماشي خاطر مكتوب هاك كلها هاك، نحن نقطتين يعرف الحرف بنقطتيه. راحوا شحال باش تقراوا الفرنساويه شحال لازم لك تقرا؟ ا ب س 28، ومن بعد ا ماجيسكول ها واش جاب ا ماجيسكول هكذاك، من بعد هذا، ومن بعد كي تكتب لو بي هكذاك، ومن بعد هكذا، ومن بعد هكذا، صافي سته. من بعد لو كيو هكذاك وكذا، لو اف هكذا 70. باش تقرا لازم لك تعرف 68 70 كتابه. تقدرش تقرا هذا اف هذا واش جابوا الاف هذا، ولو سي ا بي سي بصح كايي يا اخي، قلت له هذا السي سي 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 لازم نقول سايي، كيف كايي لا كول يا اخي، قلت له سي هذا كول كول، احنا كاكا فهمت، فا 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 فيلوزوف بي اش بون ما فيلوزوف يا اخوتي اف سا سي اف سي سي اف لازم نكتبوا اف، علاش نكتبوا في ها؟ فوالا دونك لازم جبتها له الجابوني، قلت له فوالا هاي لا ديفيرونس، ما نهضروش على الجابوني والشينوا هذوك، قال والله ربي يسلك طول حياتك باش 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 كل عندهم يتعلموا كلمات 250 كلمه في الابتدائي وهكذاك فوالا. هذا غير في الابجد. الان باغي نفوتوا للصرف، صرفوا الفيرب اتر، être je suis. Ah, y'a qui goûte les être. Où j'ai je suis. Je serai Sarah Yasuero. Je fus Fa'a. Fa'a bihana raja'a. Où j'ai fu, serai, être. Être y'a qbeliya, idder. Avi idder n'gori tedrala. Être ou ne pas être. To be or not to be. الدر ما كاش لغه اخرى يحتمل ان اتر جاي منها الا هذه. اذا عندك خلينا نصرف دروك الفيرب اتر، وشحال من الازمنه؟ لو باسي، لو باسي سامبل، لامبارفي، لو بلوس كو بارفي، لو فيتور انتيريور مستقبل الماضي، ولا الانديكاتيف لو سوبجونكتيف باش تصرف فعل واحد الفيرب اتر يكفي تتعلم النحو العربي كله فعل فيرب اتر. ولي زانفينيتيف فيرب الي جو في، يا ربي الي واش جاب الي جو في جو في تي في نو زالون. أخي الفيرب ألي هي ألا يألو كلمة عربية، أنا إذا تصرف بالعربية أللت أللت أللتي فهمت، تعلمت أللت هي نعرف نصرف درست وكتبت وخطر نكتب، ما يعطيكش الانفينيتيف. الانفينيتيف عندك 20,000 فعل في تقريبا في اللغات، إحنا بالعربية ما عندكش الانفينيتيف، يعطيك الضمير الثالث هو الانفينيتيف تاعك، تسمى راه يقول لك عطاك هو بعد انت كمل، هو ذهب ذهبت تو ذهبت تاتي، هذا ما يتبدلش، تكتب الفوق تو تاتي ذهبت ذهبت ذهبتي ذهب ذهبت نا توم تو، ما يتبدلش هذاك، خليه هكذا، بعد بدل الفعل كما تحب، دراسة كتب شرب ما يتبدلوش. تعرف تصرف بفعل واحد في الماضي، تعرف تصرف كل الافعال والخنازير الخونة يحبوا يخربوا البلاد،
نعلم لغة من أصعب اللغات لا فائدة فيها وضررها أكبر من نفعها. نحن نحب اختلاف ألسنتكم وألوانكم، نقر بهذا. اللي عنده الوقت مليح تعلم الألسنة. أنا رحت للحج دعوت الله، ربنا استغفرت، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، ربنا فاغفر لنا. في الأخير طلبت ربي بالقبيلية، هناك بكيت لأن لغة جدي، لغة الجدة، هناك اللي بكيت. إذن الألسنة مهمة. ربي يقول اختلاف ألسنتكم ألوانكم، ولكن ليس بإنكار العلم الواحد الواضح اليقيني. نعطيك كلمات قلت لكم في الشام ما جبت لكمش له. نوصل الأستاذ الله يرحمه، قلت لكم جامعة دمشق، هذو الناس يقولنا لي واحدة ضغط جامعة دمشق كانت تعلم كل شيء بعربية فصيحة، الطب وكل شيء. 63 بعد 10 أيام في الجامعة، ما فيش جامعة في الأردن في ذاك الوقت، فالفلسطينيين يجيوا الأردنيين جاوا. الأستاذ رحمة الله عليه ذهبت إليه قبل 6 سنوات، دكتور عبد الكريم اليافي، أبكيته. جت زوجته، شو عملت لزوجي؟ أخذ كل الميداليات ما بكى. قلت له يا أستاذ حببتني في العربية. قالنا الأستاذ في الصف ما معنى في قابلين؟ أنا قبيلي فهمت الكلمة. 800 طالب واحد ما فهمهاش. نستنى واحد ما قالش. في الأخير رفعت إصبعي، في قابلين بمعنى العام القادم. جيد جود إنجليزية مشتقة بالعربية. قالوا مع أنه جزائري يا أستاذ. في ذاك الوقت كان عندنا حرمة، كان نروح نشتريه جزائري، عيب ما تدفعش. بعد قلت له الأستاذ، قلت له العرب عندنا ما يعرفوش وش معنى في قابلين، ولكن كنت ندير الإسلام السوسياليست كي كان الآخر، لكن لازم نبينه شوية. لقيت عند عمر، لو عشت إلى قابلين لأخذت من فضول أموال الأغنياء ورددتها إلى الفقراء. هنالك يقول مثل لا سيونس كومونس افيك لي تورمون. احنا دخت كيفاش هذيل، كيفاش عندنا، كيفاش احنا القبائل عندنا كلام عربي مهملون عند العرب. دخت ثم اللي بديت نبحث باللي ازدادت عندي مئات الكلمات العربيه موجوده في القواميس، ما كاش عربي اللي يعرفها. جبت لكم ورد الماء، يا انصب انصب، صاب يصوب. ايش معنى صاب يصوب؟ تعرفوش؟ سقسيوا القبائل. ها نزل صاب يصوب، ماشي لا سوب، الصبه صب يصوب، الصبه لا نو صاب يصوب، انصب صاب بمعنى نزل. زكنا زكناس موجود في القواميس العربيه، ما كاش عربي اللي يعرفها. وهكذا مئات الكلمات. وكما قلت لكم بالعبري ما تقدرش تقرا. لا اولا كانت استاذه مع الصراط كتبه نول نو بو دير كيل ليكزاكت برونونسياسيون دو ليبرو، لا احد يستطيع ان يقول ما هو النطق الصحيح للعبريه. هذه
انت تجي تقرا العبري باغي تقرا كي تقول لك هكذا باغي تقرا اللغه هذه ما كاش واحد يقول لك النطق الصحيح كاين واحد يقول لنا في العربيه ما كاش لا يختلف العرب في النطق في العربيه 1922 وعد بالفور بالفور وزير خارجيه بريطانيا اعطى من لا يملكه فلسطين وعدا لمن لا يستحق الاسرائيليون هذه عباره تاع جمال عبد الناصر رحمه الله عليه انشاوا لجنه لايجاد لغه لدوله اسرائيل القادمه بعد يومين ثلاث ايام رجع لهم مصادر كلها هنا من بعد يحبيت يرجع لهم رئيس اللجنه اوريكا اوريكا هم يقولوا باللي اوريكا وجدتها وجدتها وانا لا اقول هذا عرقت عرقت عرقا عرقا لانه ارغو ارغو نومي ارغو بمعنى العمل النورم دي ترافاي ارغو يعرق التوراة تقول على سيور دي تون فرون بالعرق تاعك باش باش تحيا اذا عرقت عرقت لن اخفي عليكم اين وجدت 1500 جذر من العبرية إني وجدتها في المعاجم العربية ولا توجد لغة أفضل لإسرائيل من اللغة العربية زلزلة زلزلة بقى نديوهم الأرض نتاعهم ونزيدوا اللغة وأين هي كما يقولوا هذوك الهوية ولا الهاوية هذو اللي بقى يديونا اللي يهضرون على الهاوية مش الهوية الهاوية هذوك هو قالوا كيفاش نديروا واش بقى في إسرائيل العربية خلاص هذه ست سنوات سبع سنوات ثلاثة علماء لغة إسرائيليين قالوا أريتون دو دير كنو بارلون عبري باركا نهضروا بلي احنا ما نهضروش العبرية عندي هنا شاهد أخصائي إسرائيلي لولا معارضة العرب لإسرائيل لأصبحت اللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل لغة إسرائيل ولانخفض عدد الكلام المستعار من العبرية من العربية وحنا كنت في موريتانيا نقرأ في جريدة الأهرام هيكل الأهرام جريدة أكبر مصر العربية يكتب لنا هيكل إن هذا الأمر يترك كثيرا للتمني فرنساوية إنجليزية It leaves much to be desired far less trop à désirer أنا شميت أعطيت هنا واحد موريتاني عربي تاع القرن السابع يشوف يشوف هذا تصرع له الجن شو هذا؟ قال هذا ليس من كلام العرب لا طائي لا تحتاه It leaves much to be desired جاب خطر يكتب لك يكتب لك الإنجليزية بالعربية يتركه كثيرا للتمني لا طائلة تحته بصح موريتانيا اللي راني نهضر لكم عليها هذه قبل 30 سنة الآن موريتانيا تفرنست رجعت إليها وبكيت تفرنست لما كنت ثم في عام عوض نقري 8 سوايع نقري 40 ساعة مجانا كي دخلت ما داروا ليش فيزا ولا هم في بلادك بين أهلك ما كاش أمي كي نروح من الوزارة للدار في الطريق هذو 10 هم يتعلموا النحو هذوك 10 الفقه هذوك 10 الشعر هذو 10 تطوع المعلمون متطوعون كل يوم نبقى ساعة ونص مختار ولد حميدون كان فيه وزيران سود وبداو يقولوا بلي العربيه بغا يتفرمسوا رحت لهم قلت لهم ماشي با انا بصح القران اللغه تاع الدين تاعنا قلت السنغال تقراوا القران اكثر منا اكثر كل مره جيت من السنغال جيت لقيت نساء ثلاثه اربعه كي شافوني ابيض هربوا بعد نزلت سلام عليكم سلام عليكم رجعوا إليكم نو
il est comme nous. هاي ليدونتيتي تاعنا طلعتو ستوب il est comme nous. ماشي سود c'est pas la couleur bien je suis blanc je suis noir je suis arabe arabe abu lahab arabi abu jahl arabi et mohammed arabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne me parle pas du verre vide. هذا berber arabe blanc noir. قل لي واش ندير الداخل كما يقولوا الافغان صبغه الرئيس نتاعهم يسيبوا صبغه الله المجدد كل ومن احسن من الله صبغه هذا اللي على الصبغه تاعك قل لي واش في قلبك قل لي واش في فكرك هكذاك نعرفك قبايلي فيرفيد عربي فيرفيد فوالا من اي العرب انت سي كوا العربيه 10 مليون عرب مسيحي ها فوالا وكل بربر وعرب نصف المجرمين اللي راهم في الحبس هذوك عرب ولا قبائل ها فوالا اللي ذبحوا 350 الف هذا الشيفر تاع بويتاف هذوك فوالا عرب ولا قبائل فوالا قول لي من اي احنا مسلمين فرنسا سمت لها مسلمين في الهويه خلافا للقانون الفرنسي فرنسي لا لايسيتي لا لايسيتي اون نكري با لا ريليجيون سور لا كارت ديدونتيتي كنت هذه 20 سنه في التلفزيون الفرنسي وحده قلت لها ما البلد الذي كتب الدين في الهويه قالت لي العربي الباكستان مدام واسي لا كارت ديدونتيتي دو الجيري اون 1958 فرنسي مسلمان علاش كتبوا مسلمان احنا فرنسي ما اختاريناش مسلمان هي اللي طوعتنا مادام ما تمثليش الاخر اهون خاطر هذو مشرقين خاطر بارك ماشيني وكل يعرفوا باللي احنا القانون المدني اون سون موك شو القانون المدني يكتبوا احنا دابور شرع تاع ربي فوالا بوركوا كتبوا مسلمان ما هو البلد الذي قلت لها وزيرة واحدة أخرى قلت لها البيي كا يكري ان فيرسي دو كوران سور البي دو بانك قالت لي العربي ولا مدام فوسي لا موني البي دو بانك كافي كور اون الجيري اون 58 59 واش كان مكتوب بالفرنسوية L'article 15 du code pénal, قانون الجنائي, يعاقبوا الكود بينال, puni le contrefacteur, le مزور. بالفرنسية, بالعربية, بسم الله الرحمن الرحيم ها خير من الائمه تاع الجوامع تاعنا دروك ها بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين علاش خاطر الفرنسيس يحبوا نخضعوا كي يقولوا لنا يخاطبونا بالقران نطيعوا اذا يجيب لي الكود بينال واش دخلني اللي في الكود بينال تاعك انت فوالا وانا واش قلت انا ما قلت والو وريت لك ان دوكيمون والاخرى كيف كيف من ثم منعتهم من التلفزيونات ليبرتي فوالا ليبرتي ليبرتي ديكسبرسيون في فرنسا للمسلمين وي ليبرتي دو سلا فيرمي فوالا ينشروا عليا صفحتين في لو موند اني رئيس الارهابيين فوالا جاو عندي مره 11 على 6 تاع الصباح دخلوا على البافيون دخلوا طبقوا نفتح الباب كيس كيس صورتي ما يطلعش يفتح الباب نو لو بافيون لو بورتاي قلت له سا سا فو ديباس سي كوا سون سا فو ديباس من بعد دخلوا قلت له نحيو الصباط قال لي فوزيت شي نو قلت له ميرد قلت له سي فو كيت شي موا من بعد قال لي الو سي كوا سون ديباس قلت له Ma grand-mère a eu la chance de ne pas aller à votre école. Jeddatai, qu'Allah a havonna halam tidkhul madrasatakum. Jeddati, Allah irhamha, ma tqra. Qaltli, qaltna, le kunezi maravgun. Thakharrajith, andna, hajil smiwa thakharrajith. La porte extérieure. Bil'arhab al-arabiyya, n'gullu laha thakharrajith. Daiman, lazim tkun miftouha, lil'unhar.
لعل واحد ما عندوش وين يدخل. كي شريت البافيون دفنت المفتاح تاع الرجيف في اليوم هذاك. قلت له فوالا مشي جي اونتيري دونك ريفوني دومان ريفوني لا نوي ما تخافش بو بوفي رونتري فوالا. قلت له الجار تاعي سرقه والجار هذاك سرقه انا المسرق. الجده تاعنا هلا لا. إذن نحن لا نريد المؤامرة. أولا مع الأسف في كل يوم تموت 18 لغات في العالم. ثانيا اللغات دي، هذه اللغات غير مكتوبة. اللغات اللي كانت تكتب الآن يتناقص استعمالها. قلت لكم الفرنسوية اليوم تمثل أقل من 3% في الإنترنت. ما كاش واحد بلد أوروبي يقرأ الفرنسوية. إذا عشت القبيلية 20 سنة فهي من المعجزات الربانية. إذا كان نحن، أنا صار لي 50 سنة في فرنسا، قبيلية في دار علموا من القرآن، ما كاش كلمات هذو اللي يهضروا تمازيغت كلمة قبيلية في فرنسا ما يهضروهاش، كلمة عربية ما كاش، لا قبيلية ما يهضروهاش. صاحبي يعرفهم يدخل ما كاش كلمة. يقول عالم لغوي أوكين أكاديمي نو بو بروتيجي اون لونغ كونتر سي لوكوتور. لا توجد أكاديمية كلمة عربية تمنع تحفظ لغة من ناطقين بها. إذا كان ناطق بها ما يتكلموهاش في الدار، أنت تحب الأكاديمية الأمازيغية والهواوية الأكاديمية. ذهبت إلى أفي فرنسي يذبحونا 350,000. ما نقدرش نقول أنا مجزائر، حتى نقول مجزائر يقول لك كي تو كي، من يقتل من مذبحة. عملت ابتدعت بلدا لنفسي نسميه ناقو جاء أباد، بمعنى البلد الذي لا يوجد. فكي يسألوني يقولون ناقو جاء أباد وين، قلت تعرف إسلام أباد حيدر أباد، يحسب لي راني هناك وانتهنا. لا أدري، رحت الأثينا ساعة 5 ندخل نوصل الأكاديمية، راجل خارج قلت له ممكن نزور، قال لي من أين أنت؟ لا أدري، قلت من الجزائر. مفتاح هذا أنت من الجزائر صافحني كذا، بنتي تعمل بيزنس، لازم كنت مع العصابة، قال لي تعمل بيزنس كبير مع الجزائر، يسلم علي يمسك لي بيدي ويدخلني ويقعدوني في مقعده. والآخرين العساسين شافوني هكذا، قعدت أصحاب الدار 4 أيام 5 أيام هكذا. عملت محاضرة 10 حوالي 10، أعطيت لهم 10 كلمات. قلت لهم لوغوس ماشي كلمة يونانية، لا غاي الغو لا لونغ، لا غاي الغو لا ون ولغتان لا تسمع فيها لاغيا والذين هم عن اللغو معرضون. هذه الأولى. ثانيا وهذا مع الأسف، أسلافنا جدودنا في القرن 11 ذهبوا عند اليونان قالوا لهم معنا لوغو مونولوغ، واحد يتكلم واحد وديا لوغ دو، زوج يتكلموا لوغو، قالوا لهم لوغو بمعنى نطق. فعملوا باش يترجموا لا لوجيك، نطق ينطق نطقا منطق، عملوا لنا فن المنطق. وهذه بضاعتهم ردت اليهم وهم لا يعلمون لا غاي الغو لا ون ولغه. فهذه الكلمه دوك فرنسويه لوكاس ايلوكون، كل ما يشتق فهمت لوكاس كثير الكلام ايلوكون فهمت. ما ثانيا لا ديموكراسي دهماء لا ديماغوجي. وش هو الدهماء؟ دهماء العامة لا بويبلو لا بلاب لا الشعب، شعب العامي بما تيقاري اللي ما هو هذا الدهماء بالعربية.
ديماغوجي ديموكراسي. في اليونان كان عندهم خلاف بين ديموكراسي. قال لك سافيان دو غريك كراتوس، سافيان دو الهوى والريح. من الذي يحكم؟ قرط الفرس امسك بلجامه. شكون اللي يمسك اللجام في البلاد هذه؟ الدهماء العوام الجاهلون ولا الاريستوكراسي؟ الاريسو والرئيس السيد. الشويه لازم تقولوا لهم باللي العاصمه تاعهم اريس. الاريس السيد الرئيس. رئيس ريكس هي منها اشتقت اللاتينيه ريكس الملك. ريكس ريجيس في المجرور، ريس ريجيس ريجونس فوالا ريجير رئيس. الوغ كان خلاف بينهم، ما نقدروش نقبلوا الدهماكراسي لانه في الدهماء اجهل واحد عنده صوت في الفوطة وعالم واحد عنده صوت، وبما ان الجهال اكثر من العلماء فالدهم الدهماكراسي بمعنى الجاهل كراسي. هم الذين يقرطون. قرط يقرط الفرس امسك بلجامه. فلا قلت لهم جبت كلمات اخرى. اثينا، قلت لهم اثينا ما يتكلموش اليونانيه. قلت لهم انا هيرودوتوس رضي الله عنه يقول هو الاثينيون يتكلمون يتكلمون العتيقة. العتيقة 6 قرون قبل المسيح. عتيقة، واش معنى آثينا؟ أنت آثين أو طارئون؟ أنت متزاير ولا دو باساج؟ آثين إثنيك، أنت ساكن أصلي ولا طارئ دو باساج؟ آثنا وتنا عادنا عادن، كل هذا بمعنى ساكن أصلي. هاي آثينا تاعكم. اللغة تاع أفلاطون وأرسطوط كانوا يكتبون اللغة العتيقة. جبت لهم مش عارف لا أذكر. المهم زلزلة، رئيس اللجنة 78 سنة. Je vous conseille de quitter Athènes demain. انجو بنفسك. أنا ننصحك تترك أثينا غدوة. قال لي روح لقبرص شوية منفتحين أكثر منا، وإلا ما تعاودش تتكلم كلام هذا. هذا الدهما الدهما كسر والحوار والهواء والريح. نصدق أنه يعني عبيد مختارين، عبيد مختارين. هذا تخلى على اللغة تاع هضروا قبيلية. قبيل كرام في بلاد العرب في المدن العربية يخدموا ثم. واش منعك تكلم لغة زيادة تتعلم حاجة زيادة؟ كي 5 سنين 6 سنين أنا أكثر من العرب، نعرف العربية نعرف القبيلية ونزيد اللغة واحدة أخرى نزيد. ولماذا الكلمات أنت راك كلها طيب. إذن أحذر وأدعو إخواني شوية. شوية بمعنى رعاة الشاء، رعاء الشاء. ابن خلدون وسموا بالشاوية لقيامهم برعاية الشاء، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء. أدعو إخواننا أهل ميزار الذين شرفوا هذه اللغة. النشيد الوطني كتبه أحدهم، نشيد العمال كتبه أحدهم، ولا يعني من العجائب لكذا أن ينشأ فيهم لا أدري يعني زنادقة يدعو يعني نتعلم لغة ما أنزل الله. ما حكاش حاجة تسمى تمازيغت، ما كاش، ما هيش اللغة اللي اسمها تمازيغت. حتى إذا كانت هذه، لماذا تحبني أنا ننسى اللغة تاع الجدودي 2000 سنة باش نتكلم اللهجة تاع هما الريفي في المغرب؟ ما يتكلمش تمازيغ، ما يتفاهمش مع تمازيغ. الشلحي ما يتفاهمش، ما يتفاهموش كيما حنا من لابتيت. يقول لك لابتيت كابيلي صحاب جايه ما نتفاهموش كيما الاخر.
لماذا؟ خلي هذه اللغات، باقي لنا 15 سنة لهذه اللغات، إلا إذا كان فعلا يعني فتنة باللي تقتنع بنت ولدي يماها فرنسوية ثلث سنين حملة جديس أطاس أطاس جي عندي قل حملة جديس حمالة حمالة كلمة صحيحة باش تحب تحمله وتتحمله ايمي اي سيبورتي ايوا انا حمالة بالعبرية حمالة بمعنى يعني افوار بيتيي. احنا كي كنا صغار في وهران كي كنا كيفاش كنا نعرفوا اليهودي لي عوج العربية يعرفوا باليهودي هو هذا بالضبط. شوفوا بالعربية نقول له الأرض، ألماني أردي، إنجليزي أرث، كيف بالعبري أرث أرث إسرائيل. زعما كنتم اللي قراب خاطر الألمانية ماهيش لغة سامية الأخرين. أردي أرث لا أرث إسرائيل لعوج هذيك اللعوج اللي قالت لك الأخرى الأستاذة الأخرى نول نبو دير كلي ليكزاكت برونونسياسيون دو ليبرو. راح نتعلم ألا وتنسيني لغة من أغنى اللغات العربية، ما فيش لغة قديمة حية غير العربية كل. أنا رحت 3 أشهر في سوريا نروح معلولة حدا دمشق باش نلقى شوية نتعلم الآرامي. واحد عجوزة هكذاك ألو قلت لها راهي تعمل التليفون ربي فهمت مش كل تلقى الآخر غير دعاية دعاية بلي باش ما يقولوش العربية نصارى في نصارى. الآخر رحت على الجوامع رحت الجوامع الشيوخة كامل نصيد شي كلمات هكذاك بصح وين راحت الآرامية كي جا الإسلام كي جا العربية سفلات بلاعتها تسوالو بالانجليزي سفلا تسوالو جات من القبيلية وجات بلاعتها العربية. لماذا؟ لأنها تشترك في 85% من الكلمات. ما كاش لغة انت ما تقدرش تقرأ الفرنسية والانجليزية تاع القرن 14 15 ما تقدرش. ثم تكتب سيور سيور تقرأها سيور بعد تصبح مسيو كي يكتبوا مسيو هو مونسيور. في ذاك الوقت 14 سنة كانوا يقولوا سيور يقراوها سيور من بعد مسيو. ما كاش جرامير لا جرامير اللي طون فورماسيون جرامير فرنساوية الإنجليزية يافي با دو جرامير. تعرفوا متى وجد النحو العبري؟ كان حكاية. كان فيه مرة نشوف إعلان عن مؤتمر عن اللغات السامية، كنت في اليونسكو ناخذ تليفون نكلم قلت لها فوالا شفت الإعلان فات الوقت الإعلان تسجيل قلت لها سون روتار مي قالت لي اسمك قلت لها راشي ماشي رشيد راشي راشي هو اسم الجامعة العبرية في باريس رابي شلومو. قلت لها راشي قالت لي با بروبليم سجلتني مدام راشي سجلتني حتى خارج ال ايوا رحنا خاطر شفت العربية ما جابوهاش اللغات السامية. يبدا المؤتمر جيبوا له استاذ عبري ليبرو 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 الاخير قلت له ما جي في دلارامي انا ما قلتش قلت العربية وانا من المغرب دونك راشي دونك قال في لابري ميدي ما كانش عندنا درس. نحوس في سانت اتيان على سانت اتيان شوفوا المدن الفرنسيه كلها سان المقدسات القديسون سانت اتيان سانت فوالا الدوله العلمانيه فهمت. الوغ نكتب ندخل المكتبه نلقى كتاب لا 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 جرامير ابرايك. نشتري الكتاب الصفحه الاولى La grammaire hébraïque a été élaborée entre le 10e et le 11e siècle sous l'influence de la grammaire arabe. Copie de la grammaire arabe. حتى فعلا. خلو فعلا. Voilà. Copie de la grammaire arabe. شريت الكتاب ومن بعد
عملت فوتوكوبي في الدرس الثاني عطيته للاستاذ هذاك ما عادش يدور بيا كل ولا يشوف فيا. بعد ثلاث ايام جات لي السكرتيره تاع الاخر قالت لي فوزيت راشي وراشيد. قلت سي كوا راشي؟ قالت لي فوزافي كي راشي راشي با بتاتر التليفون ما ابلي راشي سي كوا راشي؟ ما نعرفش انا شكون راشي. حرب مستمره حرب مستمره. اذا هذا اللي باغي يدير لك صح اللي باغي يدير لك التمازيغ باغي يعمل لها النحو نتاعها. متى يكون لا جرامير التمازيغ؟ عشرين سنه يراني تمازيغ ني الهواء والريح. فوالا كل يوم هذو اللغات لو هونغوا لو بلغار بلغار ديجا 5 ملايين راهم في الالمان راهم في الاوروب خلاص مبعثرون عمرهم ما يرجعوا. ثانيا فيه 2 ملايين البلدان الاخرى اللي نورديك فنلندا وكل هذوك سي لونغلي هذه ديجا 10 15 سنه رحت تبك وكل شيء بالانجليزي. تحيه قولي العلم سلاح العلم اداه العلم هي انجليزيه يتعلموا. اللي ما يتعلمش دروك الانجليزيه من البلدان الاخرى نحن عندنا الغيره على العربيه. لو كان اللي ما عندوش غيره على لماذا يحافظ على دروك شكون اللي راهم يتكلموا الفرنساويه شويه لغتهم هذو الاسبانيول الجدد ولا لي بورتوغيز الجدد اللي يجوا بوسناويين خاطر الاول جيل فمازالوا ما عندهمش يتكلموا اللغات نتاعهم بصح كي يجي الجيل الثاني خلاص انتهوا كيما احنا انا الاولين يهضروا شويه العربيه في الدار دروك من بعد شكون يهضر لك اذا ما عندكش عزيمه ما تتكلمش باللغه. فاذا لماذا حفظنا اللغات القديمه هذه؟ احنا الامهات نتاعنا ما يعرفوا لا العربيه لا والو يتكلموا بالقبيليه لهذا حفظنا. على الشاويه دامت هكذا كيف كيف الان لا الان راه الام راهي قرات العربيه ولا قرات فرنسويه ولا قرات كذا تخلط مع ولدها تخلط ولا تكون مفتونه ولا تكون معقده عندها فهمت والله راني نسمع غير ميرسي بربريه اذياليا إلوفي يبني ويعلي أن إلاف يبني ويعلي يبني ويعلي ها علية القوم إليت أن إلو عالي أرجاز العالي هاي كلمة عربية ما تستعملوهاش في الجزائر. إنه كان من العالين إلا نحن وإيران اللي يقولوا عالي خير عالي ونحن هو إسرائيل. إسرائيل كيف تسمى الشركات نتاعهم؟ ما يقولوش نحبط للجزائر يقولوش نحبط لإسرائيل كيف يقولوا أذيالي يعلو إلى إسرائيل الشركة تسمى الأل أذيالي يعلو إلى بالعربية القديمة موجودة في العلاء إلى إلى إلى, إلى, إلى كذا أذيالي لا ما نعرف لا يقول لي الدستور وما الدستور ما عندهمش الحق باش يفرضوا مؤامرة ثقافية على لا سيما أنه هذه مش قضية اللغة فقط لأنه هذو كشفوا نفسهم هم ضد الدين. روك اسمع هذاك السيت فيار كابيل فيار دتر كابيل يسبوا العرب يسبوا الإسلام. رحت مرة في باريس كل أحد يجتمعوا قلت له لغة العرب كان مليون 10 مليون عرب مسيحية يتقول له اللغة كان تقدر يكون واحد مسيحي يقدر دونك احنا مسلمين القبائل ما خليتوناش ما عندناش الحق نكونوا مسلمين راك خطرك تسب الإسلام تسب العرب لا إله إلا الله معطوب رسول الله هكذا يوزعوا فيه مكتوب هكذا فوالا لا إله إلا الله معطوب رسول الله اسمع ما خليتوناش قضية بينما هذو اللي يقولون الهوية ولا الهوية العرب دولة الأموية دولة العباسية قبائل الأتراك السلاجقة العثمانيون دونك توجور ترك الديناستي بربر
ما هي؟ المرابطون الموحدون. ها ولا تاريخنا ما تعرفش بربر بيلي ولا نو دينيا دول البربريه هي التي استعرفت بالديانه. نحن موحدون واهل رباط مرابطون. ها نوسقوك طبق روح طبق ما نحتاج ما عندنا مشكل احنا فهمت. روح كنت تشوف الله العظيم غير تشوف العجايز عطاو لهم فيزا عطاو لهم الاخر يجوا هذوك حنا دي روبيان واحد المصيبه فيجيبوهم هكذا كيديروا بهم بينما الكنائس فارغه ما حدش في واحد كنائس فارغه ما كان والو لا والريح فهمت لا الو ريس العربية هي اللغة القديمة الوحيدة الحية. لا تقدرش تقرأ الآرامي. لا قلت لك شحال كان في الإنجيل كان آيات في الإنجيل وفي القرآن. في الإنجيل آيات تقول les riches n'entreront pas au paradis comme le chameau n'entre pas وكذا. عندنا بالعربية نفس الشيء. لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم بالفرنساوي لو شاع يعني لو ترو دو ليغوي. ما هو الجمل بالعربية؟ الحبل الغالي. هلا هلا دونك يقول لك إذا تحب تدخل مالا شوف أنت الحبل الغليظ نقص شوية صدق صدق أرأيت الذي يكذب بالدين شكون هو؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما قالكش ما يأمن تحب تهل ضعف مجري انت الحبل هذا بلك تدخل في سم الخياط. بس حل جمال ما يقدرش يدخل في سم الخياط. اذا الترجمه تاعكم هذه جبتها لهم في ديالوج سابو كريتيان. عندنا لي ميم زينونسي نصوص بصح نفهموها بالعربيه بتاعكم واش معناها كي تقول بلي لو شامو دونك صدير ما كاش فرصه للغني باش يكون يدخل الاخر. Voilà. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés fait l'Injil. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, les appelés, ce n'est pas les appelés ta'al askar. Il y a beaucoup d'appelés. Qu'est-ce que ça veut dire? Sidna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, كيف يسمي كيف يسمي عيسى عليه السلام يسميه أبيل أبيل الأبيليين le prêtre le prêtre des prêtres. Donc le texte هذا y a beaucoup d'appelés ما أكثر الأبيليين c'est pas appelé وما أقل العالين mais peu d'élus. Alors si يقول لك l'abbé ne fait pas le moine tu ما راكش قصص باللي باسكا انت الابيل انت ابيل بريتر بالصح ما لا ما اكثر الابيليين كما نقول الائمه ما اكثرهم المهتدي منهم قليل. فوالا سي العرب دونك العربيه هي لتصحح نصوص توراتيه العبريه ولا الاخر. ما كاش لغه القرن الثاني الثالث ودع هريره ان الركب مرتحل وهل تطيق وداعا ايها الرجل ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل. أين هذه اللغة؟ رح قرأ للفرنسي ديزيام دوزيام كاتورزيام شيكل ريان دي توتي كومبرندرا ريان لا كتابة لا نطقا وما كاش جرامير راه يون فورماسيون. بينما العربية يقول لك كيت لونغ ني بارفيكت هذه شواهد تاع اللغة. ما عندك النحو العربي خرجوه من الكلام ما وجدوش لم يوجدوه. Il y a, on va corriger, il y a. Non, موجود هنا, موجود. هذه اللغة. نعطيكم. إذا كان موجود الاستراحة. أوكي. فوالا. باغي تريحوا خمس دقائق. فوالا. ارتاح شويه شرب قهوه ونرجعوا. ايوه بسلامتكم.
القهوة مليحة الآن ما نقولوش كما قبل أنا ما نحبش القهوة ولا نحب. الآن فيه ما يسمى العلم البديل، la médecine alternative، الطب البديل. الطب البديل يدبزوا الناس على الحليب وما نقدروش نشرو الحليب، ضار للكبار لا يصلح للكبار، الحليب للأطفال. السكر 47 من أكابر أطباء في العالم، أكبر عدو للصحة السكر. دونك ما ندبزوش، قول فهم الناس باللي العدو الأكبر هو السكر. بعد ما تدبش وخاطر السكر نقصوا السومة ونقصوا العرف السومة. استيمي أقوم بيا استيمي فو استامة يستامو يعطي السومة. أقوم بيا استيمي فو غوتر كافي أنتو لا اكستيرميني اخترما هكذا اخ اكسبير خبير. 16,000 كلمة بعد روح كلمة claim to claim acclamé proclamé déclamé. ما جيب لي الكلام اللي ماهوش عربي، ماهوش بحث لي الكلام العربي. هلا سي قرمش الرجل اللي في فرنسا لا في ديكسيونير لوريجين دي مو فرونسي اون عرب il on lui a volé le travail tao il est actuellement en justice contre un français qui lui a volé le non mais il y a quelqu'un جماعه كاين واحد اسمه عمل خدمه ما يعرفش العربيه مليح دونك الليفر تاعو العربيه سي موفي بصح الى في لا دي دي كونستروي لي غريك نسيت اسمه ذكرته. كاين واحد جزائري كافي لو طرافاي فورميدابل على ضد بور مونتري سي با غريك مي العربيه ما يعرفش العربيه مليح بالك هذا هو قرميش نو ماشي قرميش الاسم نتاعو ولا الناشر نتاعو سي فوندو اما تاع دارس ولا الاخر انا كتبت له باش دي زانفيتاسيون برا فرحان باللي لقيت واحد جزائري كي ريبرون لا ميم شوز اي بن هذا عميل كبير الله يبارك فيك. لا مي جو كوني توت لا فامي يا دو بولي تكنيسيان انا وليد دواني لا لا نعرف ان فوازا في خريسيه فرير افو خريسيه عارفو زيو هذاك قول له وسيم الى سوتنو صافي دو زون جاب باه دو بولي تكنيك انا ما نعرفهمش بون اي وي هذاك كي جيت ما نعرفش حتى واحد هذاك كي كنت صغير كنت نجي معاه من البلاد كانت عنده 304 ملي ديماري و 304 شراتها مرت خويا ومنين ديماري هو يقرا في القران يقرا في القران انت منين؟ ها؟ شكون انت؟ انا بقيتها ما نعرف والو سي بارون انا وليت طيب وليت زي طيب نعرف زي طيب الله يرحمه راجل طيب قبل ما يقولوش سيد يقولوا زيزي زيزي تفضل قلت له انا قلت لك نجيو قلت لهم نلقاو لقب باش نزوروه ان شاء الله